تعرفنا في الفيديو السابق على الدول المسموح لها البيع على أمازون وكيف تصبح بائعاً في منصة أمازون. سوف نتعرف في هذا الفيديو على طريقة التسجيل كبائع على هذه المنصة وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر لديك ليتم قبولك كبائع في أمازون. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. الشروط الثلاثة الواجب توافرها في أي تاجر: أولاً أن يكون التاجر يعيش في إحدى الدول المسموح لها التي ذكرناها في الفيديو السابق. الشرط الأول والأساسي ضمن شروط إنشاء حساب بائع على أمازون هو أن يكون التاجر أو مقدم الخدمة يسكن أو يقطن في إحدى الدول التي تسمح فيها أمازون بالتعامل مع ساكنيها وتتيح لهم إمكانية عرض وبيع منتجاتهم وتحصيل الأرباح عبر أمازون. وجدير بالذكر أن نشير إلى أن شركة أمازون وضعت قائمة كاملة بالدول التي تسمح لساكنيها امتلاك حسابات بائعين أو تجار على أمازون، وفي مقدمة تلك البلدان الجزائر وعمان ومصر والأردن والإمارات والسعودية. في هذا الصدد هناك كثيرين يعانون من تحديات متعلقة بالإقامة وإتاحة الخدمة في بلادهم، أن بلادهم لا تقع ضمن قائمة الدول المسموح فيها إنشاء حساب تاجر على أمازون، ولكن هناك حلول لتلك الإشكالية تأتي في مقدمتها استخدام نظام الوفاء عبر أمازون. ونظام الوفاء عبر أمازون هو نظام تتحمل فيه شركة أمازون مسؤولية التخزين، بحيث أنه بمجرد تأكيد الطلب من إحدى المتسوقين على منتج ما من منتجاتك المعروضة على أمازون، تقوم بإرسال المنتجات إلى مخزن أمازون، ثم تقوم الشركة بإرسال وتوصيل المنتج إلى المشتري. ثانياً، امتلاك هاتف محلي أمريكي من أبرز الشروط أساسية حتى تتمكن من إنشاء حساب تاجر على أمازون. بعد أن تكون ضمن ساكني أو قاطني الدول المسموح بها التسجيل في أمازون هو أن يمتلك التاجر رقم هاتف محلي أمريكي مسجل. وبالنسبة للتحديثات المتعلقة بهذا الشرط، أي أن التاجر لا يملك رقم هاتف محلي أمريكي، هناك أيضاً عدة حلول يمكنها تخطي هذه العقبة وبدء البيع على أمازون من خلال حساب البائع الخاص بك. وفيما يلي أبرز تلك الحلول: التعامل مع إحدى الشركات الكثيرة التي تمنح أرقام هواتف محلية أمريكية أو رقم ذو مفتاح عام 800، والتي بعضها يكون مجاناً والبعض الآخر قد يكون برسوم رمزية جداً. الاعتماد على خدمة جوجل فويس المقدمة من الشركة العملاقة جوجل، شركة grasshopper.com، والتي تقدم أرقام هواتف محلية أمريكية لكافة العملاء والتي يتم ربطها بهاتفك عن طريق برنامج خاص بهم مقابل رسوم شهرية تبدأ ب $12. امتلاك حساب بنكي معتمد أو بطاقة ائتمانية دولية. البطاقات الائتمانية الدولية هي تلك البطاقات المسموح لها بالشراء عبر الإنترنت والتعامل بها في دول مختلفة، وهي بطاقات الفيزا أو الماستر كارد، ويرغب في إنشاء حساب بائع على أمازون لعرض منتجاته وبيعها على الإنترنت سواء كانت سلع أو خدمات، والتي يمكنه من بعدها الاستمتاع بمزايا وخصائص البيع عبر منصة أمازون لجمهور عريض من المستهلكين حول العالم، بما يعني ارتفاع كبير في المبيعات وبالتالي في الأرباح أيضا. وعلى أمازون هناك ثلاث أنواع من البائعين: أمازون نفسها، بائع طرف أول وهو الذي يقوم ببيع منتجاته لأمازون وهي بدورها تقوم ببيعها، بائع الطرف الثالث وهو أنت، وأنت تعتبر بائع مستقل لبيع منتجات جديدة أو مستعملة، ولكن من المهم أن تباع المنتجات بنفس الطريقة التي تباع بها منتجات أمازون. بالتالي عند بيعك لمنتجات عبر أمازون أنت تكسب ثقة العملاء بأمازون،
يعتمد نجاح عملية البيع على أمازون على عدة أمور، وهي نوعية منتج جيدة، سعر جيد، ونظام توصيل سريع بأقل من يومين لأي مكان حول العالم. هناك طريقتين للبيع على أمازون: برايفت ليبل، وذلك عن طريق البحث عن مصنع للمنتج وعمل تحسين له، أو مجرد تغيير العلامة التجارية وتقوم بإدراج المنتج داخل كتالوج أمازون ثم إرسال المنتجات إلى مستودعات أمازون حسب مكان إقامتك، وستقوم هي بالاهتمام بكافة التفاصيل اللوجستية الأخرى. طريقة ريسيلر، وهي أن تجد منتج جيد على أمازون وتعيد بيعه. على الرغم من أن عملية التسجيل واضحة إلى حد ما ويمكن إكمالها في أقل من ساعة، إلا أن هناك عدداً من المعلومات التي ترغب في الحصول عليها مقدماً من أجل تبسيط العملية، في حين تختلف قواعد الاشتراك في أمازون من بلد إلى آخر. دعنا نركز على ما يتطلبه الأمر للتسجيل في amazon.com، على الرغم من أنه يمكنك إيقاف عملية التسجيل جزئياً والرجوع إليها لاحقاً، إلا أنه من الأسهل تجميع المعلومات الخمسة التالية قبل البدء بعملية التسجيل: اسم عملك القانوني وعنوانك ومعلومات الاتصال الخاصة بك، عنوان بريدك الإلكتروني ويمكن استخدامه لحساب الشركة هذا. يجب إعداد حساب البريد الإلكتروني بالفعل، حيث ستبدأ في تلقي رسائل البريد الإلكتروني المهمة من أمازون على الفور تقريبا. بطاقة ائتمان مشحونة دوليا بعنوان فواتير صالح، إن لم يكن رقم بطاقة الائتمان صالحا فسوف تلغي أمازون تسجيلك. رقم هاتف يمكنك الوصول إليه أثناء عملية التسجيل، ومعلومات الهوية الضريبية الخاصة بك، رقم الاجتماعي أو رقم معرفة الضريبة الفيدرالية لشركتك. بمجرد تقديم كل هذه المعلومات فأنت بائع مسجل على أمازون. سوف تشجعك أمازون على البدء في سرد منتجاتك، لأنه بمجرد إدراج منتج واحد ستصبح بائعاً مطلق بدلاً من بائع مسجل غير مطلق. إذا كنت لا تزال بائعاً مسجل لم يتم إطلاقه، فستقوم أمازون بإرسال بريد إلكتروني إليك عدة مرات تشجعك على سرد المنتجات، بينما تتمتع أمازون بالرسوم الشهرية التي تحصل عليها منك والتي تبلغ 39.99 دولاراً. فمن المحتمل أن تجني منك أمازون أموالاً أكثر بكثير من رسوم الإحالة بمجرد بدء بيع المنتجات. ادخل إلى صفحة التسجيل Amazon Seller Central، أدخل الاسم والبريد الإلكتروني والباسورد واضغط على Next. ستأتيك رسالة على البريد الإلكتروني تخبرك أنه قد تم التسجيل في أمازون وعليك توثيق الحساب. ادخل للرابط من الرسالة، سيطلب منك بعض المعلومات، وسيطلب منك معلومات التوثيق إما جواز السفر أو رخصة القيادة. أدخل تاريخ صلاحية الوثيقة التي اخترت التوثيق من خلالها، والبلد والاسم الأول والأخير وتاريخ الولادة، شرط أن تكون هذه المعلومات كما هي موجودة بالوثيقة التي اخترتها سواء كانت رخصة القيادة أو جواز السفر. سيطلب منك رفع صورة الوثيقة من الجهتين، وسيخبرك أنه تمت العملية بنجاح. تتم مراجعة المعلومات في أقل من 24 ساعة. من الأمور المهمة لقبول حسابك في أمازون أن تكون المعلومات الموجودة في جواز السفر متطابقة 100% مع المعلومات التي أدخلتها عند تسجيل الحساب. معلومات العنوان والرمز البريدي إلى آخره يجب أن تكون صحيحة 100%، لأن أمازون تقوم بالمراجعة بشكل دقيق ولا تتغافل عن أي معلومة خاطئة يتم إدخالها، ويجب التقاط الصور للوثائق بشكل واضح، أن تكون واضحة من الجهتين، ويفضل عمل سكان لها، ويجب أن تكون الوثيقة تحوي اسمك بالكامل وعنوانك. إذا لم تكن جواز السفر أو رخصة القيادة تحوي عنوانك، فعليك إدخال أيضاً وثيقة أخرى مثل فاتورة الماء أو الكهرباء، بات مكان السكن. شاركونا استفساراتكم بالتعليقات وتابعونا بالفيديوهات القادمة لتتعرفوا أكثر على طرق البيع من خلال أمازون.